تكبير الله أكبر الله أكبر. الهدوء الحذر الذي شهدته منطقة القلمون الشرقية بريف دمشق عاد ليشتعل مجددا، حيث تمكن الثوار من تنفيذ عمليتين وصفها بالنوعية. الأولى أسفرت عن مقتل وجرح العديد من قوات النظام وتدمير 5 سيارات محملة بالرشاشات الثقيلة، والثانية في سهل رانكوس أسفرت عن إعطاب دبابة وتدمير تركسين. وكثف طيران النظام من هجماته على منطقة القلمون، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص أمس، مستهدفاً بالبرامل المتفجرة كلاً من جرود القلمون ورأس المعرة وعسال الورد وجبال مدينة الزبداني. وتتواصل الاشتباكات العنيفة في محيط بلدة المليحة بريف دمشق بين الثوار وقوات النظام، تزامناً مع حملة قصف عنيفة تتعرض لها البلدة لليوم 69 على التوالي. أما على جبهة ريف حماة فقد استهدف الثوار حواجز قوات النظام والشبيحة في منطقتي خنيفيس ودنيبة المواليتين لنظام الأسد بصواريخ جراد، كما استهدفوا حاجز الحماميات في ريف حماة الغربي بالرشاشات الثقيلة. إلى ذلك تمكنت حركة حزم من تدمير دبابة في النقطة 6 في مدينة مورك، وأعلن لواء العاديات عن تدمير دبابة على حاجز قرية السرمانية بعد محاولة من قوات النظام اقتحامها. إلى الجنوب حيث تتواصل الاشتباكات في محيط تل الجموع، استطاع الثوار السيطرة على أجزاء من الطريق المؤدي إلى التل، كما تمكنوا من تفجير مبنى كانت تتحصن فيه قوات النظام داخل المربع الأمني على أطراف مخيم درعا. بعد القيام بعملية نوعية بتفجيره وتفخيخه على أطراف مخيم درعا. الله أكبر ولله الحمد. وفي هذه الأثناء تصدى الثوار لمحاولة قوات الأسد التسلل إلى أطراف حي طريق السد في مدينة درعا، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين أدت إلى مقتل 3 عناصر من قوات النظام.